من قبل الأخ حسن محمد مجرب والد المتوفي أصدر المجتمعين البيان التالي: 1. نرفض ونستنكر انتهاك حرمات المجرب والاعتدالات القانون، ونطالب بتسليم كل متسبب في وفاة المرحوم صدام حسن محمد مجرب السليماني وتسليمهم للقضاء وسرعة الحكم في القضية خلال 20 يوم. 2. أكد الحاضرين أنهم مع أمن واستقرار المحافظة. 3. اتفق الحاضرين على رفض كل العناصر المطلوبة أمنيا وسيقومون بحماية أرضهم ومن لديه مطلوب عليه تسليمه للجهات الرسمية بالمحافظة أو نفيه من المنطقة، ومن يتستر على أي مطلوب يتحمل النتائج. 4. أقر الحاضرين على تشكيل لجنة من أولياء الدم من آل سليمان والحاضرين لمتابعة القضية مع السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة.